اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشره منتصف الليل والمستهل بالعنوان. الفريق اول سعيد شنقريحه رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد التعاون الايجابي والبناء القائم على الثقه المتبادله بين الجزائر وايطاليا لدى استقباله رئيس اركان الدفاع الايطالي. المدنيه كسروا الباب، داروا المستحيل من اين يدخلوا، كسروا طفوا النار، الحمد لله ربي الحال حصل. فاتت النار على الديار، كاين اللي تحرقوا، كاين اللي تقاسوا، كاين اللي تحرقوا الكولي ديالهم، الناس خسرت الحمد لله، هذه هي مكتوب ربي. ونشكروا الحمايه المدنيه والسلطات اللي وقفت معنا. فدينا الدوله تروح نمحوا ما يكفي ديالنا، الحمد لله. اما ذنكني واما الغاشي، الحمد لله، اما الدوله الحمد لله. تثمين للإمكانيات الكبيرة المسخرة وإشادة بتجند وحدات الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الدولة لإخماد الحرائق. ونسلط الضوء في النشرة على طائرة الإطفاء برياف بي أو 200 للقوات الجوية ودورها الكبير في عملية إخماد الحرائق. بتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية يعاين ميدانيا بالبويرة وبجاية حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق، ويؤكد حرص السيد الرئيس على تعويض كل المتضررين وتعليماته الصارمة بالتواجد في الميدان إلى جانب المواطن، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الشروع في عملية معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات التعويض وسط هبة تضامنية واسعة لمساعدة العائلات المتضررة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. نستهل النشره بالتعاون العسكري الجزائري الايطالي، حيث استقبل امس الفريق اول سعيد شنقريحه رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بمقر اركان الجيش الوطني الشعبي رئيس اركان الدفاع الايطالي الاميرال جوزيبي كافو دارغون، الذي يقوم بزياره رسميه الى الجزائر على راس وفد عسكري هام. توفيق عجالي. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. حضر اللقاء كل من قيادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد العسكري الإيطالي. السيد الفريق أول، وبعد الترحيب بالوفد العسكري الإيطالي، أكد أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك، وكذا التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط. بالفعل تأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة الزيارات المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا، والتي تعكس جودة العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات بما يتوافق والإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين من أجل ترقية شراكاتنا لتكون استراتيجية بامتياز. كما تقوم هذه العلاقات على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على تاريخنا الإقليمي المشترك وقيمنا المتوسطية، وكذلك التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط. فالتفاعل الجزائري الإيطالي ليس وليد اليوم، بل يفوق 1000 سنة، كما تشهد على ذلك الأحداث التاريخية والمواقف المشرفة للبلدين، على غرار دعم شخصيات إيطالية لثورتنا وانحياز الدولة الإيطالية ومؤسساتها إلى جانب الشعب الجزائري في مقوماته للإرهاب الهمجي
والتطرف خلال التسعينات من القرن الماضي. السيد الفريق أول حرص كذلك على التأكيد أن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات، وذلك بفضل حرص قيادة البلدين على ترقيته باستمرار. إن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات، وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على ترقيته باستمرار. وما هذا إلا دليل واضح على أن شراكاتنا وثيقة وموثوقة، يتعين علينا تنويعها أكثر وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى بما يتوافق وأولويتنا المشتركة. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها رئيس أركان الدفاع الإيطالي على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. في إطار متابعة الوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق، باشرت عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات التعويض. هذا وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها أن مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80% بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أول أمس. سونيا غاسي. هذا بتكليف من رئيس الجمهورية، وخلال معاينته ميدانيا المناطق المتضررة من هذه الحرائق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد حرص السيد الرئيس على تعويض كل المتضررين وتعليماته الصارمة بالتواجد في الميدان إلى جانب المواطن، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة. وزير الداخلية مرفوقا بالمدير العام للحماية المدنية تفقد ظروف عمل لوحدات الحماية المدنية في الميدان وجهودها في إخماد الحرائق، كما وقفت على جهود معاينة حجم الأضرار والخسائر المسجلة في كل من البويرة بجاية وجيجل. التغطية لسونيا قاسي. هكذا بدت المناطق المتضررة جراء الحرائق، خسائر كبيرة ومساحات خضراء شاسعة التهمتها ألسنة اللهب. وفي الميدان منذ الساعات الأولى من نشوب الحرائق تجندت مختلف وحدات الحماية المدنية بعتادها وعدتها وأعدادها لمحاصرة النيران وإخمادها. سبحان الله، احنا نسينا المشكلة عن سينا، كي تشوف التضامن والتآزر والناس يتقسموا معك هذه المشاعر، احنا نسيناها هنا ونفتخروا بك سيدي. احنا شفنا جيت لهم سيدي، والله هذا شرف لسيدي الوزير. تبي تشوف يعني السلطة، رئيس الجمهورية يعطي تعليمات ويحضر وتحضر الحكومة تقسم معنا هذا الشعور. احنا والله غير شرف لينا. نظن لأول مرة ويكون إقحام نتاع العدد الكبير تاع الوسائل خاصة الجوية. درنا اللي علينا باش الأضرار تبقى محدودة. ولمعاينة حجم الخسائر والوقوف على ظروف التكفل بالمتضررين عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد وزير الداخلية خلال وقوفه ميدانيا على مخلفات هذه الحرائق حرص السيد الرئيس على تعويض كل المتضررين أيا كان حجم الخسائر. بعثني لهنا السيد رئيس الجمهورية حرصا منه على أن المواطن حيثما يوجد لازم يرد له الاعتبار. راهي الدولة راهي مستعدة باش تعوض لكم كل ما تم تسجيله كخسائر. هي معاينة ميدانية بالولايات الأكثر تضررا، البويرة بجاية وجيجل، تعكس العناية الكبيرة للدولة بالمواطن والوقوف إلى جانبه في الميدان خاصة في مثل هذه الظروف. هذه النتائج الإيجابية في الميدان كانت بفضل تضافر جهود وحدات الحماية المدنية مدعومة بوحدات من الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح لتعزيز العمليات الميدانية بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات. كما أن هذه النتائج تحققت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة التي حققت نتائج ملموسة. يقول
المسؤول هشام سعدودي. برا وجوا ليل نهار، التدخلات مستمرة والجهود المضنية متواصلة، النتائج على الميدان إيجابية، وكل الوسائل المتاحة سخرت في هذه الأزمة. ورغم كل ذلك، الطلعات الجوية لا تزال مستمرة ومتتالية لإخماد ما تبقى من الحرائق في مناطق متفرقة ومتزامنة في عدة ولايات من الوطن. طلعات بقيادة الطائرة BE-200 التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى الطائرات المستأجرة وطائرات الحماية المدنية. متابعة آنية وميدانية للوضعية، تكفل سريع وفوري بعد إجلاء المتضررين والجرحى، مع إجلاء احترازي للمواطنين القاطنين قريبا من المناطق الغابية المهددة بالاشتعال إلى أماكن آمنة. خلايا محلية قطاعية للمتابعة والتنسيق، مزودة بأرقام خضراء مفتوحة أمام المواطنين، والمناطق التي تم إخماد الحرائق بها لا تزال تحت المراقبة. التجند الميداني متواصل من طرف مصالح الحماية المدنية، مدعومة بعناصر من الجيش الوطني الشعبي على مستوى الولايات المتضررة. عدد أعوان الحماية المدنية وصل إلى 8000 فرد، مع تسخير 529 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام، مدعمة بعشرة أرتال متنقلة كمدد من الولايات غير المعنية بالحرائق، وفرقتان للدعم الجوي وأعوان الغابات. كل الوسائل المادية والكوادر البشرية في قطاع الصحة تجندت مع توفير الأدوية والمعدات الطبية بكميات كافية على مستوى الولايات المتضررة، مع تشكيل خلية متابعة على مستوى الصيدلية المركزية للإمداد والمتابعة وتوفير كل شروط التكفل بالحالات على مستوى المؤسسات الاستشفائية والمستشفى الجديد للحروق الكبرى بزيرالدا. كل ذلك مع مظاهر التكافل وروح التطوع الرائدة للجزائريين الذين يتميزون بهذه الخصيصة الخيرية. وفي صور حصرية للتلفزيون الجزائري نتابع هذا العرض حول القدرات التقنية لطائرة الإطفاء برياف BE-200 التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، مع أحمد خير الدين. هذه الطائرة برياف BE-200 التابعة لقواتنا الجوية دخلت حيز الخدمة هذه المرحلة من أجل إخماد الحرائق والمساهمة في عملية إخماد النيران هنا بولاية بجاية وأيضا بالولايات المجاورة. 12000 لتر هي سعة خزان هذه الطائرة التابعة لقواتنا الجوية برياف BE-200، تعمل بالتنسيق مع مراكز الاتصال التابعة للحماية المدنية، وذلك من أجل تحديد بؤر ومواقع النيران. برياف BE-200 مزودة بمحركين ضخمين من نوع تيربوفان، إضافة إلى كاميرا من أحدث التكنولوجيات التي عرفها العالم. هذه الطائرة التي تحتوي على 4 أفراد من طاقمها، هما الطيار ومساعد الطيار والمهندس ميكانيكي ملاح وأيضا مهندس مختص بمتابعة عملية إطفاء الحرائق. تعمل هذه الطائرة على إخماد الحرائق بالتنسيق مع الوحدات المتواجدة على الأرض، وذلك من أجل تنفيذ الرميات بدقة عالية. كما ساهمت هذه الطائرة برياف BE-200 في إخماد كلي للحرائق هنا بولاية بجاية. ومتابعتنا الميدانية نستهلها من منطقة القلب بولاية سكيكدا التي تمت فيها السيطرة بشكل كلي على الحرائق بغابات أولاد عطية بعد تجنيد كل المصالح وتسخير كافة الوسائل الضرورية، يقول نور الدين بن عبسة. تواصلت عملية مكافحة الحرائق بغابات أولاد عطية بولاية سكيكدا بالرغم من انتشارها بفعل هبوب رياح قوية جداً،
ولتفادي انتشار الحريق إلى التجمعات السكانية استعمل رجال الحماية المدنية جميع الوسائل المتاحة. الحرائق التي مست ولاية سكيكدا والتي تقدر بأكثر من 21 حريق تم يعني السيطرة على كل الحرائق. إذن العملية متواصلة اليوم الثالث على التوالي. هذا اليوم تم الاستنجاد بفرق الدعم الجوي طائرات المديرية العامة للحماية المدنية وكذلك حوامات الجيش الوطني الشعبي. العمليات الميدانية تعززت بالعتاد وتكاثف جهود المتدخلين من رجال الحماية المدنية وأعوان الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي والمواطنين لإخماد معظم بؤر الحريق. هاوداك طفاوها من تحت الحماية المدنية، كان معاهم الجدارمية، هبطوا معاهم العسكر بارك الله فيهم، هبطوا معاهم طفاوها معاهم الشعب. تدخلت في البداية كل من مصالح الجماعات المحلية، أمنية عسكرية، حماية المدنية، أفراد الجيش الوطني الشعبي، الدرك، الشرطة، بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين، وبدأت العملية تمشي من أجل محاولة خنق هاد الفوايد يدفو باش ما تزيدش تنتشر العملية أكثر وأكثر. عملية الإطفاء ما زالت متواصلة بعد تحسن الطقس وانخفاض درجة الحرارة وقوة الرياح، تحكم كبير بعد السيطرة على ما تبقى من بؤر على قلتها، فيما مست الخسائر أشجار الغابات الكثيفة على تنوعها. هذا وتم بولاية جيجل تفعيل عدة خلايا جوارية لوزارة التضامن الوطنية للتكفل بالمتضررين صحيا ونفسيا وتقديم الإعانات والمساعدات المادية اللازمة ببلدية الولاية على غرار تكسانا زيامة منصورية. عبد الرحيم شمعوني. بعد الحرائق التي جاءت على الأخضر واليابس بعدة مناطق بولاية جيجل، تم تفعيل عدة خلايا جوارية للتضامن للتكفل النفسي والصحي بالمتضررين وتقديم مختلف المساعدات اللازمة لهم. يعني لو كان ماشي الحماية خويا هذا اللي ريسكا وجاها، وراكم تشوفوا قدامكم كيفاش، لو كان ما قعدنا والو تم يصوروا يشوفوا في الوضعية كيفاش تاع النار، كيفاش صرات، واش الخسائر اللي صراو. الحمد لله خرجتنا سلامات، وجات وزارة التضامن راهي قايمة بالواجب تاعها، راهي مع الأطباء عم يشوفوا في المرضى ميسواني في الحالة كيفاه. فوتنا يعني يوم عصيب يوم شديد. الحمد لله يعني حتى المصالح الاستشفائية المصالح الطبية جاوا قاموا بالواجب، وهذه مأساة وطنية، ونشكر الدولة الجزائرية لوقف على الأمر هذا. جاوا لعندنا وقاموا بينا وداروا اللازم وعقبونا على طنسيون سكر، داروا لنا الدواء. هذه العملية مست معظم البلديات المتضررة من خلال تسخير لها كل الوسائل المادية والبشرية لرفع الغبن عن هؤلاء المواطنين. الدور تاع النشاط الاجتماعي إحصاء الخسائر في إطار اللجنة الدائية طبقا للقوانين، وكان للخلايا الجوارية فرق لسبقت هذه اللجنة للمعاينة الميدانية للحالات العاجلة. لمثل هذه الحالة عندنا الخلايا على مستوى كل مناطق اللي رانا نحسيو فيها وندخلوا فيها فوريا. هذا وتبقى عملية إحصاء المتضررين متواصلة لتشمل كل الخسائر التي أتلفتها هذه الحرائق. هذا وفضلا عن المشهد التضامني وصور التكافل الاجتماعي التي رسمها مواطنو تيزي وزو وجهود التكفل الصحي بالمتضررين، باشرت المصالح المعنية في جرد الأضرار الناجمة عن الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض. الأخضر كعوان. أزيد من 14 حريقا أتى على الأخضر واليابس مس عدة مناطق بإقليم ولاية تيزي وزو، لكن عزيمة وإرادة واحترافية رجال الحماية المدنية وتضافر كل الجهود مكن من احتواء بؤر هذه الحرائق دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات. بوثي مستقيني بول المومو لاش تخدم الحمد لله، شخصين شدونا في ديذنا أكا عطتنا الصحة لي بومبيين لحقوند سميش لي فورست لحقون دولنا ثاونا انا طون صحه دينا غير في مستقي شحال نتاقي الحمد لله سلامات ونسال الارواح
وسنا خمن ضررنا فريمون الدوله تعاوننا ثنا انترفونسيون مع لي بومبي مع لي زونتورا لونتورا جاكينا عندكيا الله يرد كل دم يضوض نفوس على عطات الصحه مليح مليح الدار ما مساكين مثلا سي لا ولا يا روحان سي لا كوميتي زي راشد روحان هذا روسون سي نوكلي ديكا يقول عندكيا دونك تجمي تم قرحتين هنا سينا عطات الصحه مستهزنا لدينا ماضي ماضي خاصه كان يكون مازال انا نخلع كاش يطوحوا الكل مي عطات الصحه داير ميم لا نوي قيمن جندكي ديسبوزيتيف سندكيا اما لي بومبي اما لي فوري اما هنا دونك جندكي الحمد لله يا ربي تنسى فرق ميدانية تضم مختلف القطاعات العمومية تجوب معظم المناطق المتضررة لجرد وإحصاء حجم الأضرار التي سببتها ألسنة اللهب. أهمي الدولة تسد سلمان سن وصندوق الجنارة خمان عصوين ومزمرون في الدند فلانا سفدي إذن الدولة تروح دن محوما يكوي جارانا الحمد لله أما ذن كوني وأما ذن الغاشي والحمد لله أما الدولة الحمد لله ولا الشيء لان خرجنا سيغ لي ليو باش نديروا إحصاء الكوارث من جهة الفلاحة دونك ديكو دو سيكتور دو لاغريكولتور وين دونك الخسائر الإحصائيات الأولية هي غير 35 هكتار من بينها حوالي 15 هكتار تاع الفلاحة و 20 هكتار تاع الغابات و ثاني هو حوالي 80 صندوق نحلة. هذه هي الإحصائيات الأولية. تكفل نفسي وبسيكولوجي واجتماعي بالعائلات التي تضررت جراء هذه الحرائق تضمنه مختلف الخلايا الجوارية لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. لنا احنا مباشرة بعد يعني بعد الحرائق مباشرة فيها تنصيب لجنة يعني الخلية، وهذه الخلية يعني مكلفة بمتابعة الأوضاع عن كتب في الميدان على مستوى مختلف أقاليم بلديات التي مستها هذه الحرائق. هذا وتبقى عمليتي الإحصاء والتكفل بمتضرر الحرائق متواصلة عبر إقليم ولاية تيزي وزو بهدف تعويضهم في الأيام القليلة القادمة. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية الرأي العام أنه على إثر اندلاع الحرائق بمنطقة الأخضرية أمسية الأحد 23 جويلية الجاري أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية بفتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين. أسفرت التحريات عن توقيف مشتبهين فيهما تم تقديمهما أمس أمام نيابة الجمهورية، وتم تحويل الملف أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدا الرأي العام أنه على إثر اندلاع الحرائق بغابات الولاية تم فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة الأسباب وتوقيف الفاعلين. أسفرت التحريات إلى توقيف ثلاث مشتبه فيهم، تم تقديم مشتبه فيه أمام نيابة محكمة القل، وتم التخلي عن الملفين لفائدة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة. يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة تشهد عدة ولايات من جنوب البلاد موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة. كما صنفت هذه النشرية الخاصة التي تبدأ اليوم وتستمر إلى غاية يوم الجمعة، صنفت في درجة يقظة برتقالي ولايات تميمون أدرار برج باجي مختار وعين صالح. وعلى غرار الجزائر تشهد دول المعمورة موجات حر قياسية باتت تشكل خطرا على البيئة وتضر بالكائنات. الظاهرة طبيعية غير أن تدخل يد الإنسان زاد من حدتها بسلوكات تخل بالنظام البيئي وتخالف قوانين الطبيعة. ملك سحقي.
ارتفعت درجة حرارة الأرض وفتحت بوابة الكوارث الطبيعية في العالم، ولم تكن الجزائر في منأى عن هذا الاختلال البيئي. حرارة غير مسبوقة شهدتها البلاد بلغت درجاتها القصوى، حرائق في عدة ولايات من الوطن، وبعد بلوغ الذروة تنبئ الأرصاد الجوية اليوم عن بداية الانفراج. كما كان متوقعا من النماذج الرقمية، ها هي درجات الحرارة القصوى تتراجع على أغلب المناطق الشمالية للوطن لتقارب 36 إلى 38 درجة مئوية على كل المناطق الساحلية، فهو يتراجع تدريجيا هذه المرة نحو المناطق الجنوبية للوطن، وبالخصوص على المناطق اللي هي تعتبر الحدود ما بين الجزائر والمالي. اختل التوازن البيئي في العالم، فهنا انتفضت الأرض في مدينة جوهانسبرغ بشكل مفاجئ، تطايرت خلاله السيارات في الهواء بدون سابق إنذار. وفي الجهة المقابلة من المعمورة اجتاحت الفيضانات الهند مخلفة عشرات القتلى ودمرت الشوارع وشلت حركة العاصمة. وعلى نقيض الفيضانات اجتاحت الحرائق معظم البلدان الأوروبية وأحرقت جزيرة رودس اليونانية في 7 أيام. بلدان كانت عاشت هذا الارتفاع في درجة الحرارة القصوى سجلت أرقام قياسية، أذكر على سبيل المثال إسبانيا، إيطاليا، يعني كذلك اليونان. أما الجانب الآخر من الكرة الأرضية نمر إلى المحيط الهادي الذي شهد أيضا المناطق المجاورة له شهدت ارتفاع استثنائي في درجة الحرارة. ما يحدث في العالم اليوم لخصه العلماء في معادلة مفادها: كلما تمهلنا في اتخاذ الإجراءات الجادة للحد من الكوارث، كلما تأخرت استجابة الطبيعة لما نتخذه من إجراءات. دولياً الآن جددت جبهة البوليزاريو استعدادها لإصدار رخص صيد مباشرة لتقديم حل انتقالي للصيادين الأوروبيين وأسرهم في أعقاب انتهاء اتفاق الصيد البحري بين قوات الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي الذي كان يضم بصورة غير قانونية المياه الإقليمية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي صاحب السيادة الحصرية على الإقليم. أما في إسبانيا أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فوز الحزب الشعبي في الانتخابات، فيما أصيب الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الحالي بنكسة عقب النتائج. إيمان بالمولود. صاحب 61 عاما، عضو مجلس الشيوخ الإسباني منذ 2022، ومع تقدمه هذا يعطي ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية في ظل تولي إسبانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ويرتقب أن يصطدم بملفات ثقيلة وبالغة الأهمية من ضمنها تعزيز مكانة إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي كملف أساسي، إضافة إلى اهتمام لملف العلاقات مع دول الجوار التي تأثرت بفعل قرارات طائشة ولا مسؤولة من الحكومة السابقة، حكومة ألحقت خسائر اقتصادية كبيرة لبلد يعتبر رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ما فقدها ثقة شركائها الأوروبيين ودول حوض المتوسط. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس 3 شبان فلسطينيين بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال الصهيوني بوابل من الرصاص وهم داخل سيارتهم في نابلس بالضفة الغربية. وقد أثارت هذه الجريمة النكرة غضبا فلسطينيا واسعا. من جانب آخر، الاحتلال الصهيوني يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في بلدة بيت حنين شمال القدس، ويصر على تطبيق خطة استيطانية جديدة جنوب المدينة المقدسة تشمل بناء 3500 وحدة استيطانية. ونختم بروائع الأغنية الإيطالية، فبمناسبة الذكرى 60 لتأسيس المركز الثقافي الإيطالي بالجزائر أحيت فرقة نسوية حفلا موسيقيا للأغنية الشعبية الإيطالية العريقة متعت بها الجمهور الحاضر وفوزية فوغالي. Santa della Trinitate, o dolce madre de misericordia,
حفل غنائي بأصوات نسائية تحاكي الطبيعة بإشارات وإيماءات في وصلات غنائية أصلية من الثقافة الإيطالية والتي تتجذر في أعماق التاريخ الإيطالي. فناناتنا نساء قاموا بالبحث في الموسيقى التقليدية وكل موسيقات العالم، وأيضا هي عينة من جنوب إيطاليا التي تتفتح على البحر الأبيض المتوسط. نحن نشكر السلطات وكذلك وزارة الثقافة التي تساعدنا وتفتح لنا الأبواب دائما. صغيرة داروا حفلة يعني سواري فينومينال يعني بين الهضرة ما تفهمش عاش واش قالوا مي سي كوم ماغريابل يعني حلوه ودخلت في القلب يعني انا عجبتني على كل حال. تبقى الوصلات الموسيقيه باختلاف طرق ايصالها همسه وصل بين الشعوب، فهي تلامس ارواحنا وتوطد العلاقات الانسانيه. الى هنا مشاهدينا الكرام نطوي معكم اوراق النشره، نلقاكم في موعد لاحقه في امان الله.